والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية. تقدم أخبار الاقتصاد ميرنا إيهاب، تفضلي ميرنا. شكرا لكما إيمان ونهى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل السنوي للتضخم الأساسي وفق مؤشراته ليبلغ 38.6% في أبريل الماضي مقابل 39.5% في مارس. وأوضح البنك المركزي أن رقم قياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.7% في أبريل الماضي مقابل 2.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 2.5% في مارس. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المطعم تزامنا مع زيادة تكلفة إنتاجه بعد رفع سعر السولار، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. كما شدد المركز على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة التي تعمل بالسولار من خلال هيئة السلع التموينية. وأشار المركز إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين. بدأت مديرية التموين بأسيوط تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلوهات من النخالة لكل أردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها. وبدأت مديرية التموين بالفعل في تسليم المزارعين حصص النخالة عن الكميات التي يتم توريدها وفقا للقرار الوزاري. كما أكد مسؤول المطاحن بأسيوط أن جميع الأقماح المستلمة جديدة ولا توجد كميات مخزنة من العام الماضي، موضحين أن التوريد اليومي ارتفع إلى ما يقرب من 3000 طن عبر 25 نقطة تجميع واستلام بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 200000 طن. احنا دلوقتي عندنا الصوامع دي في وقت بيبدا استلام من موسم القمح ابتداء من 1/4 لغايه 30/7، وهيتم دلوقتي متشكله لجنه من الوزاره، لجنه خماسيه فيها مندوب التموين ده رئيس اللجنه، وفيها مندوب هيئه سلامه الغذاء واللي هو المسؤول عن فحص القمح، وفيها مندوب الزراعه، وفيها مندوب من الجهه التخزينيه هنا امين عهده، وفيها مندوب من الجمعيه الابانيه يعمل على وزن القمح. دور هيئه سلامه الغذاء هو عضو اساسي في لجنه الاستلام، دوره بيقوم طبعا بعمليه سحب العينه وفرز القمح، وبالتالي بيدي حاجه اسمها درجه التقريط التي يتم عليها من خلالها حساب سعر القمح طبقا للقرار الوزاري. طبعا دورنا في هيئه سلامه الغذاء احنا متواجدين من اول الساعه 8 صباحا حتى 7 مساء او اخر ضوء في اليوم، والهدف ان احنا بنسهل على الناس كل واحد ياخد حقه ويبقى عارف درجته كام والكميه بتاعته وهتبقى مبلغ قد ايه. احنا هنا في احد اماكن استقبال الاقماح لهذا العام في شركه مطاحن مصر الوسطى. احنا عارفين ان شركه مطاحن مصر الوسطى عندي فيها عدد 6 خلايا بسعه تخزينيه مقدارها 30000 طن بالاضافه الى الشونه. زي ما حضرتك شايف احنا هنا والساده المشاهدين في الصومعه بنفرغ دي سيارات الدخول بعد ان تم فرزها ووزنها محمله، يتم تفريغها في الهوفر، ومن ثم يتم رفع الأقماح اللي فيها إلى الصوامع الموجودة، الخلايا الموجودة اللي عندي. بنجيب هنا القمح على طول باستمرار يوميا يعني، فالمعاملة هنا كويسة يعني في الصوامع. من ساعة ما جبنا التعامل إنها بقالنا أكثر من 10-15 سنة بنتعامل هنا في الصوامع، فالمعاملة هنا كويسة، والتوريد يعني اللجنة والسعر برضو السنة دي يعني سعر حلو واخد بالك، فيعني هم اضاف عليها كمان الرده، والرده دي يعني كويسه من تربيه المواشي بتساعد يعني، لان زياده الرده عملت معانا زياده جامد السنه دي. انهت البورصه المصريه تعاملات الجلسه بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعه بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه.
وربح رأس المال السوقية 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.136 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17494 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة تقدر ب 65% ليغلق عند مستوى 3049 نقطة. وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 4640 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط منهية موجة صعود استمرت 3 أيام بعد أن أثارت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف من ضعف الطلب. وأشارت بيانات التضخم إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى مرتفع. وانخفض سعر خام برنت بنسبة تقدر ب 0.7% ليصل إلى 76.84 دولارا. كما نزل خام غرب تكساس بنسبة تقدر ب 0.9% مسجلا 73.2 دولار. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 56% لتصل إلى 2.37 دولار للتر. وفي المقابل، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.57% لتسجل 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت شركة استشارات عالمية أن شركات الشرق الأوسط جمعت ما يقرب من 16% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية، وذلك على مستوى العالم في الربع الأول، مع استمرار قوة الدفع في المنطقة من عام 2022. وجمعت الشركات في المنطقة 3.4 مليارات دولار في الربع الأول من 10 اكتتابات عامة. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً بنسبة 33% في عدد الاكتتابات الأولية، وتراجعاً بنسبة 14% في القيمة في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى. نهى وإيمان، شكرا جزيلا لك مرنا.